والان احنا الان في جناح طاجكستان ومعانا الشيخ يعرفنا اكثر عن هذا الجناح. تفضل. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بجناح طاجكستان، بارك الله فيكم. انا اعضاء من طاجكستان. طاجكستان تقع في قرة آسيا، آسيا الوسطى، وبجنب أفغانستان والأوزبكستان وقرغستان. طاجكستان وطن السياحية والطبيعية، وفيها يوجد أنواع أحجار كريمة والذهب والقطن وال. هذه الآن الأحجار الكريمة من نفس طاجكستان. نعم. إيش أنواعها؟ أنواع مختلفة فيها. أنا الذين عنده خبرة، أنا ما عندي خبرة فيها. أيوة ما شاء الله. ما أعرف جيدا هذه الأسماء الأحجار. وهذا عندكم زعفران أيضا؟ هذا زعفران. نعم زعفران أصلي هذا. ويوجد هذه الملابس للسنة. أعطينا فكرة عن اللبس اللي أنت تلبسه. وهذا اللبس لبس شتائي أو صيفي؟ هذا اللبس للعريس. هذا أنت كذا عريس الآن، باقي لك العروسة. العروس يخيط هذا بأيدين قبل الزواج. العريس يخيط هذا قبل الزواج، هذا بيدها العريس. عريس أي عروس. العروس. عروس يلبس يعني هذا. زوجتك المستقبلية هي تخيط. نعم يلبس هذا للعريس. آها شوفوا كيف. وهذا لل نوب الذي تعلق في الجدار، هذا للعروس. هذا هذا للعروس. نعم أذن هذا يلبس يخيط بأيديهن ويسمى. ونوع ثاني هذا أيضا للعروس هذا. طيب هنا هذه اللوحة الفنية اللي شايفينها، هذا لوحة صناعة يدوية. صناعة يدوية أيضا محارة السماء الرجال في بلدنا هذا. وهذا أكبر مكتبة في بلدنا هذا، السور الذي تقع في الطاولة. طيب خلينا ندخل جوا نشوف ايش عندكم هنا. أدينا فكرة عن السجاد والأشياء هذه. وهذا ستار. هذا ستار عندنا في البلد يخيطنا عروس قبل الزواج. هذا كله على العروس. هلا للعروس هذا يضع بعد الزواج. لا العروس تتعب قبل الزواج. شوف شوف قبل الزواج يستر هذا الستار هذا ويبقى تحت ثلاثة أيام أربعة أيام مع العروس هذا. عريس مع العروس هنا يبقى تحت هذا الستار هذا. ما شاء الله تبارك الله. حتى يوم الزفاف هنا يبقى تحت هذا الستار. من إيش مصنوع هذا؟ من هذا قماش في سمع. كله صناعة طاجكستانية. صناعة طاجكستانية. ما شاء الله تبارك. البنات يخيط بأيديهن. هذا المهد عندنا هذا للأطفال. هذا للأطفال. للأطفال عندنا هذا. ما شاء الله تبارك الله. طب هذه فواكه موجودة فواكه عندكم؟ فواكه. هذا طاولة. إذا جلست في جنب هذه الطاولة للضيافة كأن أنت في طاجكستان موجود في كل بيت. هذا للضيافة يعني هذه عادات وتقاليد الضيافة عندكم في طاجكستان. الشاي والفواكه. والفواكه والخبز. ولكن إن شاء الله يوم الطعام إن شاء الله نعطيكم هذا. نعطيكم اليوم هو يوم الزين. يوم زينة الملابس. فهذه هي الملابس التقليدية الخاصة التقليدية خاصة في هناك خاصة بالعروس. بالعروس. أعطينا فكرة عن الأماكن السياحية. هذا طاجكستان حاليا. هذا رئيس الدولة الإمام علي الرحمنوف والأكبر مساجد في السماء. هذا السور الذي هذا أكبر مساجد 11 هكتار مساحته في ما شاء الله. السماء في العاصمة في العاصمة بلدنا هذا. وهذا السماء متحف القديم عندنا موجود في طاجكستان. وهذا المسجد أيضا. وهذا سوق في مدينة الخوجند. وهذا ملابس كما ترى هذا للأطفال. وهذا الفلاحة عندنا الشمام والبطيخ والقطن. ما شاء الله تبارك. هذه المناطق السياحية عندنا هذا في البلد هذا. طيب سؤال أخير، بما أنك تكلمت عن العريس والعروس، المهر عندكم للزواج بكم تقريبا؟ المهر ريال السعودي تقريبا 13,000 ريال السعودي. 13,000 سعودي يعني نقول تقريبا 4,500 دولار. نعم تقريبا هكذا. ما شاء الله تبارك الله. حياكم الله. شكرا جزيلا واستفدنا منك أهلاً معلومات. أهلا بكم. يناديكم بالسياحة إلى طاجكستان إن شاء الله. إن شاء الله. طيب ينتشر عند بعض الدول في شرق آسيا أكل لحوم الخيل، عندكم تأكلونه ولا لا؟ عندنا خيل يوجد إلا قليلة. هذا معروف في قرغيزستان وقزاقستان هذا. كثير عندنا معروف لحم البقر والخروف هذا. عاداتكم في العيد كيف؟ في عيد الأضحى. عيد الأضحى يسمى كل الناس، أكثر الناس عندهم أضحية موجودة ويزورون بعضهم إلى البعض إلى بيوت بعضهم الناس. ما شاء الله تبارك. لتحنية العيد الأضحى. طيب شكرا لكم. بارك الله فيكم.